أنا الداودي فاطمة اللي تعرضت لاعتداء من طرف السلطات المغربية يوم 26 أبريل، بعد قرار مجلس الأمن 1999 الذي تظاهرت فيه جميع الصحراويين تظاهرة سلمية طالب فيها تقرير مصيرها وإطلاق جميع المعتقلين. مجلس الأمن كانت الناس واقفة موقفة سلمية طالب فيها تقرير مصيرها وإطلاق جميع المعتقلين، وقامت السلطة المغربية بتفريق المتظاهرين من باستعمال العنف المفرط وضد المتظاهرين وهاجمتهم وتفريقهم من الشارع، والتعامل معهم معاملة غير لائقة من شاب غير لائقة بالكرامة الإنسانية من سب وشتم وكلام نابي وعنصري، وقاموا متدخلين علينا يبطونا وهاجموا علينا قدام ديارنا، وقمنا ندخل الدار وهم يبطوا العلايات، وكان واقف والي الأمن نائب والي الأمن والباشا وجميع السلطات حاضرة في الدفة، وقاموا دخلونا الدار وانا يدي مسكنا الدفة، وقام انصر عليا هاك الشرطي الدفة قفل عليا الدفة على يدي وانا نقول له ويدي يدي يدي، وهو ايدي قاع ما بغى قاع يستعرف بيد الله، قام ناصر الدفة ويدي ماشي مع الدفة ما رخى الدفة ينين طرح سبعي في التراب. منين طرح في سبعي في التراب مرقنا للشارع والناس حابسين وهما حابسين، وقاموا ذاك اللي قفل لي الدفة قاموا هما السلطات تروغوا ومشاو بالهيته، وقامت الناس تابعته. منين قامت الناس تابعته الشرطة هربت به وركبوا وتو مشاو به، وبقينا احنا قاعدين في متيا ما جاتنا اسعافات ما جاتنا سيارة الاسعاف ما جانا شي. منين داوني المستشفى في سيارة عمومية، منين داوني المستشفى جات الجماهير كاملة في متيا المستشفى وفوتنا ياسر حدا جا الطبيب، ومنين جا الطبيب منين جا الطبيب الصبع رانا دايرينه في الثلج باش كانوا يردوا، قال عنه ما هو رد عنه لا يقطع صبعي، قال ذلك لا يتنعس لين عدلها عمليه وصبعها صافي لين قطعوا، والثاني مولي لين قطعوا مهددهم بالاثنين بالقطيعه. ها قلت له انا عنك الا قطعتهم الا قطعت واحد راهو انتصارنا، ولا قطعت اثنين انتصارنا، ولين تموا منتصرين ان يرثوا الله الارض ومن عليها. منين دخلت منين جيت الطب في ماتيا ودخلت قام وقال لي يعني لين نعس لي يعدل لي العمليه، نعسني في الطب تم الليل كامل لا يجي لي دير العمليه ضريك ديرها ساعه ديرها ضريك، يجي نعس الثنتين في الليل هو يقول لي دير العمليه ومفهمش عني، قال لي صافي لا الصبح صبحي صايمه وراني ليه نعدل لك العمليه الصبح بكري. منين عاد بكري مولي صبحت صايمه تميت نحاني نهار كامل نحاني ما جاني، نين عادت الثلاثه نين شنو نين تحاورت مع السلطات هي الاولى وقالوا له ذاك قالوا له وجاني حد انه عدل لي العمليه مع الثلاثه زوالا. منين دخلني البلوك قام يقول لي انت جايبينك الانفصاليين جايبينك هذا، قلت له انت ذا ما يعنيك يجيبوني الانفصاليين والله يجيبون ذوك لا اهلي ولا يجيبني اي حد لا يجيبني، وهذا كان لا شعبي وما انت ذا ما يعنيك لا على الطبيب قولها لي ولا عندكم مسير قولها لي. في الشهر النهار الثاني مع الثلاثه درت العمليه. منين دخلني البلوك تم يقول لي ذا النوع من الكلام كلام السياسه في البلوك عنه هو ما هو طبيب ما هو طبيب محلف على شغله الا كوميسير في كوميسارية يستجوب اي معتقل. دالي العمليه يوم 27 على يوم 27 ابريل على الساعه الثالثه، هو نهار كان من بكري هو يقول لي يعني اللي يدير لي العمليه، نوبه في الثمانيه نوبه في التسعه نوبه في العشره وجاني في الاثناعش، ولا كل ساعه يجيني ينين بعد اش ينين جاته هو السلطه ودخلت عليه وتحاورت معاه على ذاك اللي تحاورت عليه. منين عادت الثلاثه جاني قالنا يلا لي دخلي البلوك، وجاوني دخلوني البلوك. منين دخلني البلوك الغرفه فيها هو واحد مارقن عنه الثانيين، قال لي انت جايبينك الانفصاليين جايبتك مينتو، قلت له تجيبني مينتو والله يجيبني زيد والله يجيبوني الانفصاليين ذوك اهلي
ولا يجيبني جميع الصحراويين، وانت ذا ما يعنيك لا على الطبيب قولها لي، ولا على الكوميسير قولها لي، ولا خليني نمرق من هنا تلدي لي كاع عمليه ايدي ما تلي تمسها. قال لي صافي. قاموا عيط لذوك البناجه ودخلوا وقام يعدل العمليه. قلت له انت شليت عدل اصبعي؟ قال لي غادي نقطعهم لك بجوج. قلت له جوج الصمات؟ قال لي تقطعهم. قال لي لي نقطعهم له بعد ونقول هما اللي بتناه صير. صاحي عدلت العمليه منين مرقت من البلوك جا تمي حنونين نوع من البنج منين وعيت من البنج جاني. قال لي مولي شوفي راك مع الصباح تقدي تصومي وهذاك بيا بزال هذاك الصبع الاخر غادي نشوفو نشوف هذه العمليه اللي درت له واش ناجحه ولا ما ناجحه. لا عتمي ناجحه غادي نحيدو لكم مولي غادي نقلعو غادي نقطعو. مع الصباح مولي قال لي جاني بكري وقام فتح انا الصباع بجوج منين فتح عنهم قام يخرصه هو داير له شي من الحديد هنا تيا. قال لي هذا الصبع ماني عارف له شي غادي محتمل غادي نقطع وغادي تصبحي صايمه مولي نهار الحد لي تصبحي صايمه. قال لي لي تصبحي صايمه باش نعدل لك العمليه. صبحت مولي صايمه وجاني بكري وقال لي شوفي صافي غير وكلي حتى نهار الاثنين وغادي نعدل لك العمليه غادي نصبر عليه 24 ساعه نشوف مال هو في الاحتمال خاصو ينقطع ما يبقاش. قلت له شوفي الا قطعته راه انتصار لي ولا ما قطعته انتصار لي ولا انت منتصرين يعملنا بصبعنا وعملنا بعينينا وعملنا بفم اللي انت انتصارنا ويجيني ويعاملني معامله كوميسير ما هو معامله طبيب. يجيني نهصر فيه ويقول لي انت كتبتي عني في الصحافه وعدلتي لها. قلت له اي صحافه جاتني الصحافه اللي عاد دخلت من هنا اللي تعود انت عارفه لان هذا انتم كاملين من المخابرات الفرام ليا مخابرات وانت مخابرات واللي يدخل كامل لا مخابرات وانا تخرصوني بنظره عني كاع ما نعرف شنو هي هي. كلكم يجي خرصني لا بزرعين بحال هكا ويقول ماشي بتناه صير معامله سيئه الأسوأ من السيء. ومنين عاد نهار الاثنين جاني مولي وجاب لي طبيب ثاني قال لي هذا الطبيب غادي يتبع معك انا غادي نمشي كونجي حتى يشوف الصبع الا ما هذاك غادي يقطعوا لك. قلت له شوف شت هذا الصبع انت مانك اللي تقطعوا ولا اللي يقطعوا ذا اللي واقف معك. والثاني منين جاني تعامل معايا معامله لباس بها الى يوم 20 في الشهر 5 ماي جاني هو نهار الاثنين بكري على الساعة الثامنة. منين جاني كان كونجي منين جا قام يفتح الليد وقام يقلع الحديد وذا الشي. قال لي رانك ليت مرقي منين صافي. قال لي سنا الورقة عني لين مرق بعد ثلاث سوايع جاني قال لي مات ليتي مارقة. قلت له علاه ما نمرق؟ قال لي اصلا انا مضغوط عليا من فوق وما نقدش نمرقك انت قبيل سنيت لي الورقة عني نمرق وذريك ما نمرق. هو مو طبيب هو مو محلف على شغله محلف لا على انه الكوميساريه هي اللي تعطيه الاوامر السلطه هي اللي تعطيه الاوامر عني انا انت نمرق وما نمرق وانت ذا كذا وكذا. تم نتحاور معاه بالسيف ما بغى يمرقنا ما بغى كاع ينقصنا مدير الطب وجات حصروا كاملين حصرت اجهزتهم كامله علني انا. قلت له علني لي نمرق انت قبيل قلت لي علني لي نمرق ودرك تردد في ثلاث سوايع لك ما يخالقه لان اذا انا كاع ما تليت في امان هونتي انا اصلا ماني في امان 24 يوم ماني في امان واش قال نزيد عليها مولي ثاني واخا ما نعرف شنو ياك اللي نقطع راني نمشي نقطع في مدينه ثانيه ولا في دوله ثانيه ولا طب ثانيه يعني هو بعد بات لي بس نيدي. قلت له مالي قلت له شوف رانا شت واخا اي معامله عدلتها لي راهو لا انتصار نحنا ولا انت منتصر عليك وش بك لا الشعب الصحراوي علاه يجيني انا لا يجيني الكبير ولا يجيني الصغير ولا يجيني الشيبان ولا يجيني العزوز وجاوني كاملين وهذا انتصار على عينيك انت وعلى ابيت ومشيت وعلى عيني ذوك الفراملي وذاك العالم كامل يدخلوا لي مرق ولا من السكريت ولا من غيره كامل كل شيء ولا انت لا منتصرين يرث الله الارض ومن عليها. منين مرقت عنده يوم 20 لان منين مرقت عنده يوم 20 ماي على الساعة الثانية اصلا كاع الطبيب هيك 24 يوم لا ساجني في المستشفى ويدي كاع خامرة مخمرها فما ولا يصوانوها وتوف ما معدلينها اي شيء لا يجي ويصوان يقول لك حنين نشوف اللحم ونشوف هذا. منين مرقت من عنده نهار الثاني يوم 21 مشيت للطبيب ثاني وشاف يدي. منين شافوا قعد لا يزق لي قال لي هاي اليد خامرة قعد يعد هذا صبعي الماء مقطوع قعد يعدل له عمليه من جديد بلا بنج لا ذيك عمليه بنج وهي بلا بنج قعد يقلع لي اللحم الميت تم يقلع اللحم يمزق وانا نزقي فمتيه شنو هو لك حد يقطع منها وانا نزقي. قال لي شتي يدك غادي تسوس بهذا اللحم خلاه فمتي خمر لانه هما حابسيني فما لا 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 مخمرين يدي ما مداوينها لا خمروها وهي ما هي حالة حد في الإنسانية ولا في حقوق الإنسان. لو كانت في الإنسانية لعد هو طبيب عنه محلف على شغله ما عدل معايا شيء ما داواني ولا طببني الا خمر يدي كان يمشي صبعي الثاني تمشي أيدي كاملة تهدد. وتميت نعالجه إلين
حالا بالزيت لما شاف علاجه بالزيت كيف نعاد لحمه يربع كيف نعاد يطلع اللحم سبب ذا كان اللحم خامر فمتي ماشي ليس وص العظم. بعد يوم 21 يونيو 2013 تقدمت بشكاية باش كنت ذيك الفترة اللي ما قدمت فيها شكاية كنت مريضة وكنت لان حنية دي قاعدة تبرهي لولا وعندي ياسر مسائل. ويوم 21 يونيو تقدمت بشكاية الوكيل المحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة. رئيس المحكمة قال لي منين دخلت عليه قال لي على الشكاية جيني من عند الوكيل هي الأولى باش نعود نسنيها. وقدمت شكاية للوكيل محكمة الاستئناف وقدمت شكاية الوزير العدل الوزير العدل وقدمت شكاية لمجلس حقوق الإنسان. مني قدمت لهم هاي الشكايات رغم معاهم التصاور ومعاهم السديات ومعاهم الأدلة كاملة اللي يثبتوا بها هما عن كلامي أنا موكي كلامهم المزيف المفبرك اللي قالوا عني اللي أنا هي القافلة يدفع لأيدي ويقولوها كاملين وقالها وزير هما وقالوها كاملين علني أنا هذا الأدلة اللي قدمت لهم يعرفوا عنها أدلة حية ولي يبسن عليها القانون لعت دولة القانون الحق تقبض بالقانون وتقبض لي أنا حقي في ذاك الرجل اللي قفل الدفع ليدي اللي بترصعي خلاه ذريك عندي عاهة مستديمة ذريك السر أنا مقدم الشكاية ما هو المقارب ما قدم الشكاية لمجلس الأمن عنه يقبض لنا حقنا في السلطات المغربية اللي ناهبتنا وناهب خيراتنا ومن قمعها ومن كل شيء وما خلق نطالبوا لا بحماية دولة نطالبوا لا بتقرير مصيرنا ونطالبوا بحماية دولية للشعب الصحراوي ونطالبوا بتقرير مصيرنا وكل الوطن والشهادة وحنا اللي تموا ناضلين ومسايرين في نضالنا بالسراء وبالدراء وبيدينا وبكرعينا وخيقط ويدينا وخيقط كرعينا وخيقط عروسنا اللي تموا مسايرين في نضالنا اللي يرث الله الأرض ومن عليها وكل الوطن والشهادة.